اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، متابعي برنامج نهارك ابيض في كل مكان. حلقه يوم الاحد 30 ابريل، حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم نهارك ابيض. ان شاء الله حلقه تنال رضا كل جماهير نادي الزمالك ومتابعي قناه الزمالك في كل مكان. يمكن امبارح اتكلمنا عن موضوع كان شاغل ناس كتير جدا، موضوع بيشغل الشارع الرياضي بصفه عامه. كل الانتماءات بتتكلم فيه وشايفين ان قضية ان يتعمل عقوبة على لاعب وتتطبق وما تتطبقش ويتم الاعلان عن العقوبة بعد شهرين من ارتكاب الخطأ اللي هو عمله، قصة كبيرة جدا وكلام كتير جدا. حابين بس في البداية كده نوجه كلامنا للناس اللي بتتكلم عن الأخلاقيات واللي بيتكلموا على المبادئ. الموضوع ان في عبارة كده بخصوص المبادئ دايما بشوفها هي مفتاح سحري للقصة دي. العبارة دي بتقول ان المبادئ بتبقى دايما كلها محل شك الى ان تتعارض مع المصلحة. دايما بتبقى المبادئ حسب المصلحة بالنسبة لناس معينة، وده غلط. لما بنشوف بعض الناس بيتكلموا عن قضية معينة وإطار معين، لما بنشوفهم مثلا يتكلموا عن قضية شيكابالا، كابتن شيكابالا السنة اللي قبل اللي فاتت، هو وإمام عاشور، نفس الناس دول لما اتكلموا عن القصة دي اتكلموا فيها بشكل ان ازاي ده يحصل وان ده ما ينفعش وان ازاي ده يعني ده لعيب كبير وكابتن شيكابالا وايه الحركة دي وايه الكلام ده وايه الكلام الجميل ده، كلام سمعنا كلام وردي خلاص. انت بص ده ما ينفعش اللي شيكابالا عمله او ما ينفعش اللي امام عاشور عمله. وتيجي الناحية التانية لنفس الناس، موضوع كهربا، تلاقي ان القصة مختلفة تماما، تلاقيه بيتكلم عن الموضوع وكأن ده عادي وعايز يصدر لك ان هو ما عملش حاجة. طب الواحد بيسأل نفسه اسئلة كده، ده بيحصل ليه وازاي؟ اللي بيحصل ده بيحصل ليه وبيحصل ازاي؟ الناس دي بتسمح ازاي لنفسها يبقى عندها تناقض في المعايير، تناقض في المبادئ اللي بيتكلموا عنها وبيحاولوا يغزوا الناس ببعض العبارات الوردية، ولكن لما القصص بتلمس وتمس انتماءاتهم الموضوع بيختلف. الموضوع بيختلف اختلاف تام لما الموضوع بيتعارض مع مصالحك. شفنا ده في أكتر من قصة، شفنا ده في أكتر من مناسبة، وشفنا اتقال ايه على امام عاشور، ان ازاي لعيب يبقى عنده الموهبه دي ضيع نفسه ولعيب يبطل كوره. يعني كان التوجه ان امام عاشور ده يبطل كوره وقتها، ان ازاي تغلط في كيان او في رمز او طبعا الغلط كله مرفوض، ولكن ساعتها احنا شفنا القصه دي عشنا فيها اراء للناس كانوا بينظروا بطريقة مش طبيعية وكانوا بيقولوا رأيهم بطريقة لازعة ضد إمام عاشور. إحنا دلوقتي قدام حتى أقول لك على حاجة، إمام عاشور حتى في الواقعة بتاعته هفكركم كده بالتسلسل بتاعها. إمام عاشور القصة والقضية بتاعته حصلت يوم، تاني يوم اتوقف، شكراً، مش هو لوحده، هو وخمس لعيبه في ناشئي نادي الزمالك اللي كانوا موجودين في غرفه خلع الملابس. طيب نادي الزمالك بعت تظلم للجنه الانضباط، فما يقول لك لا، الشخص اللي كان موجود بالمناسبه هو اللي موجود دلوقتي او هو اللي كان موجود في القضيتين، قال لك لا ما ينفعش هو يتوقف والقصة مسألة الاستئناف ده وانت بتستأنف
عن الحكم ده، ده مش معناه ان هو يوقف العقوبة، لا هيتعاقب ويفضل موقوف لحين البث في الطعن او الاستئناف اللي انت مقدمه. نفس الكلام على كابتن شيكابالا لما القصة والمشادة الشهيرة جدا، والراجل طلع اللي كان ماسك اتحاد الكرة واتكلم عن الموقف وقال لك ده ما شتمنيش. طب اتوقف ليه؟ قال لك عشان قال لي انت اهلاوي. طب ده هل ده يعقل؟ ده تخيل، ده مسؤول عن الكورة في مصر هو اللي كان بيقول كده. احنا مش بنجيب كلام من دماغنا، ده كلام صوت وصورة. ده الاستئناف اللي قدمه نادي الزمالك ساعتها لاتحاد الكورة، والورقة اختفت وقال لك ده لا، ده هو التمس للخمس ناشئين التانيين لكن امام لا. ده لو تفتكروا ساعتها الموضوع، طب ازاي يعني انا كنادي الزمالك هل امام عاشور عندي اهم ولا الخمس لعيبه بتوع الناشئين او الشباب؟ فالورقه او الاستئناف ده الورقه تم اخفائها زي ما بيقولوا كده، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الورق يختفي، الورقه اللي على الكيف ورقه تخص نادي الزمالك هيبقى فيها حق لنادي الزمالك، لا اخفيها. طب بقول لك ايه دلوقتي بقى؟ بيقول لك اصل ساحه امام عاشور انتوا ما عملتوش استئناف. طب ازاي؟ الورقه اللي اتعرضت قدام عينيكوا دلوقتي. نفس الامر، هو نفس الشخص ونفس الراجل الجليل القاضي المحترم لكل احترامه وتقديره، ولكن هو نفس الراجل اللي جاله نفس الخطأ او جاله خطأ مشابه واتأخر في اعلان العقوبة شهرين. ده شهرين ده بس لما طلعت كده اتسربت، احنا دخلنا في الشهر الثالث، دخلنا في الشهر الثالث ان الـ العقوبة اتوقعت وبعد كده لا اصلي في استئناف. خلاص الاستئناف فوري، الاستئناف من اول بوست على الفيسبوك اذا النادي الفلاني هيستأنف خلاص احنا نعتبر الاستئناف اتقدم والعقوبة يا باشا كأنها لم تكن، وتقدر تكمل لعبة عادي جدا لحين النظر والبت في الاستئناف ده. طب هل الاستئناف ده انت هو في نادي بيستأنف على عقوبة، انت محتاج قد ايه طيب عشان خاطر تبت في الورق ده او في الاستئناف ده؟ ما احنا شفنا عقوبات فورية. النهاردة في غلطة لإمام عاشور وقت ما كان لعيب في نادي الزمالك، تاني يوم العقوبة 12 مباراة، عايز ينسيك كورة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها كذا. وكان المقصود خلي بالك إمام عاشور لأن هو اللي كان بيلعب في الفريق الأول، فكان مهم إن هما يبقى مش موجود مع نادي الزمالك. دي عايزين برضو يعني نقول، هل إزاي أنت في قرار هنا بيبقى في اتجاه معين بيتلاقي ردود الفعل من وسائل الإعلام اللي المفروض تكون محايدة بتلاقيها غريبة جدا. والله الواحد بيحب يعني يتعلم من الأكبر منه، يتعلم من الناس الأكثر خبرة منه، ولكن لما بنشوف ازدواجية المعايير في مواقف زي دي الواحد بيعتذر، شكرا أنا مش عايز أتعلم منك. أتعلم منك إيه؟ أنت ساعة الأمر لما بيكون متعلق بنادي الزمالك بتقول إن دي كارثة وإن العيب ده يبطل كورة، ولما تخص نادي تاني على هواك وعلى كيفك كأن شيئا لم يكن ولا كأن في حاجة، ونتكلم في أي حاجة، ممكن نتكلم مثلا في الدارتس، نتكلم في الطايرة، نتكلم في أي حاجة تانية غير الكورة. فالواحد والله بيستعجب على ازدواجية المعايير وعلى اللي بيشوف، لأن ده خلي بالك بيسبب احتقان جماهيري لما يحس ان حتى منبر اعلامي محايد انه مش بيقول لهم الحقيقة، انه مش بيصدر للناس الصورة الواقعية الحقيقية اللي المفروض تتصدر للناس. فالواحد بيستغرب ويستعجب، وده كان كلام حابين نقوله بس عشان نوضح للناس بعض الحاجات والتفاصيل
اللي الناس عايزين، كل واحد على هواه، كل واحد عايز يصدق اللي هو عايز يصدقه. النهاردة في مباراة مهمة جدا لفريق نادي الزمالك للكرة الطايرة، كلام إن شاء الله هيبقى عن هذه المباراة، ثالث مباريات الدور النهائي أو نهائي كاس مصر. نادي الزمالك حامل لقب آخر نسختين من كاس مصر، حقق الثنائية السنة اللي فاتت مع الكابتن أشرف رشاد، الكابتن الكبير المدير الفني السابق لفريق كرة الطايرة بنادي الزمالك، واللي بالمناسبة هيشرفنا وينورنا النهاردة في آخر فقراتنا في التلت الأخير من برنامجنا في فقرة سهم وقوس. هنتكلم معاه بقى عن فرقة نادي الزمالك والفرق ما بين الموسم اللي فات وهو صاحب الثنائية، زي الكابتن أحمد عاشور يقدر يحافظ على هذه الثنائية، لا سيما وإنه حقق بطولة الدوري وتبقى بطولة الكاس النهاردة إن شاء الله في الملعب في المباراة الفاصلة والحاسمة ما بين نادي الزمالك والأهلي النهاردة إن شاء الله. دلوقتي هنروح نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية ونروح لفقرة الأخبار. اقرأ الخبر. نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر من عند نادي الزمالك، اللي أرسل نادي الزمالك خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء السوبر المحلي المقبل بين الفريقين. وجاء نص الخطاب كالتالي زي ما انتم شايفينه على الشاشة. سيد الأستاذ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد. الحاقا لخطابنا المرسل إليكم بتاريخ 26/4/2023 ولعناية لجنة التظلمات، يود مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفسار عن موقف لاعبي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة، وهي عقوبة واجبة النفاذ إعمالا للمادة 27 الفقرة الثانية من لائحة لجنة الانضباط، وكذلك موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف للطرد المباشر، ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات للطرد المباشر. وهل سيشارك اللاعبون الثلاثة في مباراة السوبر المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط وكذلك لجنة المسابقات؟ هل سيطبق اللائحة وستطبق القوانين، أم سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لنادي على حساب آخر؟ الرجاء الرد على خطابنا قبل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسته الطارئة عصر غدا الأحد الموافق 30 أبريل 2023، ليتخذ القرار المناسب من حيث سفر الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك لخوض هذه المباراة من عدمه. طبعا ده كان خطاب في كل حاجة، شارح كل حاجة وموضح كل حاجة بالحجة وبالقوانين وبالكلام وبالمواد المفروض يعمل بيها اتحاد الكرة، ونتمنى ان شاء الله يبقى في رد سريع على هذا الخطاب. نروح لاخبار الفريق. بدا الفريق النهارده تحت القياده الفنيه للكولومبي فريدي هيريرا هيرنانديز، طبعا او هيرناندو، مساعد خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك. طبعا بدأ النهاردة مهام عمله في الجهاز، وكان موجود في التدريبات الجماعية النهاردة مع أوسوريو، وتواجد طبعا ده هيبقى المدير أو المدرب المساعد لأوسوريو، وصل امبارح السبت للقاهرة وهيتولى مهامه طبعا ضمن الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو. إن شاء الله يبقى موفق مع أوسوريو ويبقى بينقل خبراته مع أوسوريو، ونشوف جهاز فني قوي بالإضافة طبعا لأولاد نادي الزمالك، كابتن مدحت عبد الهادي طبعا قلب الأسد والمدرب العام لنادي الزمالك، وكابتن أحمد مجدي طبعا المدرب المساعد اللي واخد أكتر
من دورة تدريبية وأكتر من رخصة تدريبية وبيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. وكمان كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، وما ننساش طبعا نجمنا الكبير كابتن عبد الواحد السيد. طيب المدير الفني الكولومبي إخوان كارلوس أسوريو عقد جلسة مع اللاعبين خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل المباريات اللي جاية. طبعا في المديرين الفنيين دايما بيحفزوا اللاعبين، شدد كمان على ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم عشان يبقوا موجودين مع الفريق في الفترة اللي جاية، وأكد كمان على ثقته في لاعبي نادي الزمالك وأنهم يقدروا يتخطوا الفترة دي. انتظم أحمد فتوح وعمرو السيسي ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الأحد. كمان رفع الجهاز الفني للفريق بقيادة أسوريو الحمل البدني للاعبين في ميران اليوم، وخاض لاعبو نادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي أسوريو في بداية الميران لتجهيزهم بالشكل الأفضل والأنسب بدنيا وفنيا. خاض لاعبو نادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال التدريبات تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني وجهازه المعاون استعدادا للقاء السوبر. وركز المدير الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة، وخاض اللعيبة تقسيمة مصغرة في وسط الملعب، وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء أثناء هذه التقسيمة. وألقى كمان أسوريو المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين خلال المران، حرص على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لكل لاعب ومركزه. متواصلين لسه في أخبارنا وأخبار فريقنا، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على حالة مصطفى شلبي لاعب الفريق على هامش التدريبات. تحدث رئيس الجهاز الطبي مع شلبي بشأن البرنامج التأهيلي المخصص ليه، ومنحه بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج الموضوع ليه لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة. بيقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات دورية للاعب للإطمئنان على حالته لتجهيزه بالشكل الأمثل في ظل إصابته بشد في العضلة الضمة. إن شاء الله يقوم بألف سلامة مصطفى شلبي. كمان خضع كابتن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لجلسة علاجية على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة. وأدى كابتن عبد الشافي الجلسة العلاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في ظل الإصابة اللي بيعاني منها خلال الفترة الأخيرة، بقاله فترة كبيرة كابتن عبد الشافي في إصابة الركبة. إن شاء الله يقوم بألف سلامة، لأن محتاجين كل اللعيبة وخاصة اللعيبة اللي عندهم خبرات زي الكابتن محمد عبد الشافي. كمان شهدت تدريبات الفريق بمقر النادي مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر للفريق مواليد 2003، وده وفقا لقرار من الجهاز الفني بقيادة أسوريو في إطار استعدادات الفريق للفترة المقبلة. محيي جمعة من اللعيبة المبشرة جدا جدا، الظهير أيسر سريع لعيب قوي، إن شاء الله بإذن الله يمسك في الفرصة ويبقى موجود زي زملائه زي حاتم سكر زي يوسف أسامة نبيه زي كل اللعيبة اللي أثبتوا نفسهم، حسام عبد المجيد سيف جعفر، كلهم لعيبة يستحقوا التواجد لأن هم مسكوا في الفرصة. إن شاء الله محيي جمعة من اللعيبة الواعدين اللي نتمنى يمسك في هذه الفرصة.
بكده تكون خلصت أخبار فريقنا. هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعدها ناخدكم في جولة عالمية صباحية وفقرة نهارك عالمي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. خلصت حكاية كتبتها جوه المدرج سرها، بصوت هتافي أنا البطولة دي جبتها، رايت نادية رفعتها كل الظروف وهزمتها، ومع كل معنى بحبه أكتر بعدها. أنا قلت كتير من غير تفكير، عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها، اشهد يا تاريخ ولع شماريخ، أنا بطل القصة، أنا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا صريخ بيقول يا زمالك ده فريق أنا، اشهد يا تاريخ ولع شماريخ، أنا بطل القصة، أنا نجمها، لو في المريخ هتلاقوا صريخ بيقول يا زمالك ده فريق أنا، ده فريق أنا. قلنا اسلام الجوهري في الاعداد، بقول له ليه احنا يعني واحنا بنحضر طبعا اللقطه دي ليه احنا مش موهوبين كده؟ قال لي كل واحد بياخد نصيبه يعني. فرسمه مهمه جدا لواحد بقى ملهم لكل الناس دلوقتي، واحد من الناس اللي كسروا ارقام كتير جدا جدا، اقربهم كمان الرقم اللي كسروا ليه نجمنا وفخر العرب محمد صلاح بتسجيله لعدد اهداف اكتر في البريمير ليج. ف لقطة مميزة لإيرلينج هالاند. دلوقتي هنروح نظبط مع بعض ساعتنا ونتعرف على خريطة أبرز مباريات اليوم. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا زي ما عودناكم نبداها ببث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلتنا العزيزه دينا عبد السلام اللي هتقول لنا اخبار نبض 100 عقبه ايه وايه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا دينا نهارك ابيض وماذا لديك اليوم في 100 عقبه؟ برحب بيك يا احمد، برحب بمشاهدي ومتابعي قناه الزمالك في كل مكان من داخل نادي الزمالك وجوله صباحيه جديده. خليني اقول لك يا احمد، الاجواء هنا داخل النادي يعني كان في النهارده تمرينه للدرجه الاولى للرجال على استاد طبعا هنا ابو رجيله، كانت الساعه 8 خلصوا الساعه 11 استعدادا طبعا لمباراه السوبر. عندنا اجتماع مجلس اداره النهارده الساعه 3 برئاسه المستشار مرتضى منصور، وهيكون في قرارات وبيان مهم
مهم جدا. طبعا هنكون موجودين ومغطين الاجتماع طبعا واهم القرارات الصادره طبعا في مصلحه النادي الزمالك ان شاء الله. عندنا ماتش النهارده الساعه 8 طبعا المباراه الحاسمه في كاس مصر الكره الطايره رجال، ربنا معاهم النهارده دعواتنا ليهم، ماتش صعب جدا واحنا واثقين فيهم هم رجاله وان شاء الله هيرجعوا بالكاس. الماتش الساعة 9 النهاردة على صالة الشرطة. خلينا نتكلم النهاردة، معايا منوراني كابتن هبة حسنين، هي مدير إداري الصلاة داخل النادي للسيدات، هتكلمنا أكتر عن إنجازات السيدات في ألعاب الصلاة. برحب بيك يا هبة. أهلا بيك يا دودو، وأهلا بيك أستاذ أحمد اللي في استوديو كلهم قناة الزمالك، صباح الفل. كلميني يا كابتن هبة عن الانجازات اللي عاملينها في اليد، يعني شفنا طبعا بنات اليد واخدين مركز تاني ووصلوا منصات التتويج في الكاس وفي الدوري، كلميني عن المنافسه كانت عامله ازاي؟ لا المنافسه كانت قويه جدا، وبعدين البنات بتوعنا جاي رايحين، هو احنا عايز اوضح بس للناس حاجه كده، احنا بيبقى البطوله طبعا بنشكر زميلتنا دينا عبد السلام، طبعا اللينك او الاتصال اتقطع بيها، ان شاء الله نحاول نرجع لها مره ثانيه. نروح لاخبار نبض 100 عقبه، وفي نبض 100 عقبه اول اخبارنا من عند فوز الفريق الاول لكره اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره فريق الشمس بنتيجه 25-23 في الجوله الثالثه والاخيره اللي جمعتهم يوم السبت بصاله هيئه قناه السويس. المباراه كانت ضمن منافسات الدور النهائي لبطوله الدوري العام. يذكر ان الفريق تغلب على سبورتنج 25-19 وتعادل مع الاهلي 15-15 في الجولتين السابقتين من الدور النهائي للبطوله. كل التوفيق لفريق يد السيدات تحت القياده الفنيه للكابتن قاسم ابراهيم المدير الفني والكابتن عادل خيري المدرب العام. فاز فريق الكره الطايره بنادي الزمالك تحت 17 عام على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجه اشواط 3-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم اليوم على صاله الشهيد احمد المنسي بالقلعه البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور النهائي لبطولة الجمهورية. تأهل طبعا للدور النهائي لبطولة الجمهورية كل من نادي الزمالك وسموحة ودلفي ونادي صيد الدقي ونادي طلائع الجيش والأهلي، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فريق الأهلي غدا على صالة المقاولين العرب في إطار الجولة الخامسة للدور النهائي لبطولة الجمهورية. كل التوفيق ليهم تحت القيادة الفنية للكابتن حمادة مجاهد. طبعا ده فريق طايرة السيدات، النهاردة عندنا ماتش مهم جدا بقى في طايرة الرجال، وزي ما اتكلمنا عنه في بداية الحلقة ماتش مهم جدا، ماتش مصيري، اللعيبة بيعملوا اللي عليهم، لعيبة على قلب رجل واحد، شايفين منهم التزام، شايفين منهم روح، شايفين منهم عزيمة، شفنا منهم فوز في المباراة شفناها أول امبارح، وشفنا المباراة التانية صحيح خسرنا في الشوط الخامس، ولكن دي مباراة النهاردة فاصلة، مباراة إن شاء الله تقربك بشكل كبير جدا من تحقيق الثنائية. أنت حققت النص الأولاني من الثنائية وهو الدوري، وإن شاء الله تحقق الكاس إن شاء الله النهاردة بدون مقاطعة كده. نبارك بالليل ونبارك بكرة للرجالة، رجالة الطايرة في نادي الزمالك، الرجاله كلهم بقى، الاباتش بقى رضا هيكل ورشاد شبل وسيف والشيخ مهدي ولعبه، كل اللعيبه ورضا طبعا، رضا ليبرو افريقيا بالنسبه لي انا، محمد رضا واحد من لاعبي نادي الزمالك الرجاله جدا، كل اللعيبه كلهم بنشوف لاعبي الطايره في نادي الزمالك بيعملوا اللي عليهم وزياده، كل اللعيبه مفيش حد بيقصر، معاهم مدير فني محترم هادي واعي وعارف امكانيات
لعبته واعي جدا، منشوفش اي انفعالات مبالغ فيها زي ما بنشوف من فرق تانية ومن مديرين فنيين تانيين، شايفينه متزن. ان شاء الله تكمل النهاردة على خير وربنا يكلل مجهودهم بالفوز النهاردة ببطولة الكاس بإذن الله. ان شاء الله كل جمهورنا الزمالك ثقة في لاعبين النهاردة وفي الماسترز، في رجالة وكوماندوز الطايرة، عندنا كوماندوز اليد، عندنا كوماندوز كمان في الطايرة، لعيبة رجالة ان شاء الله نتمناهم بإذن الله على منصة التتويج النهاردة بالفوز بكاس مصر للسنة التالتة على التوالي، نتمناها ان شاء الله ليلة بيضة. وهيكون معانا بقى بعد الفاصل النجم والكابتن والمدير الفني الكابتن أشرف رشاد، المدير الفني السابق لنادي الزمالك لكرة الطايرة الحاصل على ثنائية العام الماضي، هيكون معانا في سهم وقوس، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معانا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء متابعي برنامج نهارك ابيض في كل مكان، وصلنا لاخر فقراتنا والتلت الاخير من برنامجنا فقره سهم وقوس. نادي الزمالك النهارده داخل على تحدي كبير جدا، نهائي كاس مصر، المباراه الفاصله، قدر يكسب في البيست اوف 3، قدر يكسب ماتش وخسر ماتش، والنهارده مباراه فاصله لبطوله كاس مصر للكره الطايره. فريق كرة الطايرة السنة اللي فاتت عمل إعجاز، عمل إنجاز، الإنجاز ده ما كانش اتحقق من حوالي 30 سنة، إنه يحرز الثنائية الدوري والكاس، الدوري والكاس للكرة الطايرة ما كانوش اتحققوا من حوالي 30 سنة، اتحققوا تحت القيادة الفنية للكابتن الكبير أشرف رشاد المدير الفني لفريق كرة الطايرة بنادي الزمالك للموسم اللي فات اللي مشرفنا ومنورنا في حلقة النهاردة في فقرة سهم وقوس. يا كابتن أشرف أنا متشرف بحضرتك ومشرفنا ومنورنا. شرف ليا يا أستاذ أحمد، ربنا يخليك. عملتها إزاي السنة اللي فاتت؟ الناس كلها كانت مستصعبة الامور وبالذات الدوري، الدوري كان بعيد، كان سبع سنين بقاله فتره قدرنا السنه اللي قبلها ناخد بس الكاس وكان بصعوبه بشق الانفس. عملتها ازاي السنه اللي فاتت؟ والله طبعا هو فضل وتوفيق من عند ربنا الحمد لله، يعني ومفيش حاجه بتيجي كده هباء او صدفه. يعني انت يعني انا كنت قبل ما امسك الزمالك كنت في الامارات اربع سنين ورا بعض، لكن طبعا كنت متابع لكل ماتشات الزمالك والاهلي، فانا عارف ايه اللي ممكن اعمله مع الاهلي لو انا مسكت. وهم فعلا توليت المسؤوليه، يعني بدات اشتغل ان انا ازاي اكسب الاهلي. وانت احنا عندنا الحمد لله نادي الزمالك بيضم افضل لعيبه في مصر، يعني عندك عناصر ممتازه جدا. كانت اول صفقه طبعا وكانت اهم صفقه اللي هو كانت محمد مصطفى لعبه السنه اللي فاتت كنا جبناه للزمالك انا والكابتن حسن حصري، لعيب مميز، لعيب مهم جدا جدا. وبعد كده بقى اشتغلنا ان احنا ندعم الفرقه بالاثنين المحترفين، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطوله. يعني خلي بالك لعبه مرزق في اكتر من مباراه فاصله في اكتر من نهائي يبقى هو صاحب النقطه الاخيره. بص هو ده كان اتفاق بيني وبين اللعبه، وهو لعيب جميل جدا ولعيب راجل وعنده انكار للذات مش طبيعيه يعني بصراحه. فهو كان راضي، يعني انا كنت مقسم اللعيبه كلها، كل واحد كان له دور. يعني انا قلت انا من نوعيه المدربين، حتى ما كنت بتكلم مع اللعيبه انا ما بحبش اللي هو ست لعيبه بس، ما فيش فرقه هتنجح بست لعيبه، لازم يبقى عندك البنج اقوى كمان، مش عايز اقول اقوى من اللي جوه او زي، انا اقول لهم ما فيش حاجه اسمها عندي احتياطي وعندي اسمها اساسي، في صف اول وصف ثاني. ف لما جينا اشتغلنا السنة اللي فاتت مع الفرقة اتكلمت معاهم في الكلام دوت ان احنا كل واحد فيه كل دور، يعني حتى اشرف ابو الحسن نجم الزمالك واكبر لعيب في مصر تقريبا كان السنة اللي فاتت، يمكن كان عنده 47 سنة ما شاء الله، الناس كلها اتكلمت عليه والناس كلها قالت يعني ما شاء الله اشرف رجع 20 سنة ورا صغير يعني. بس ليه انت ازاي تعرف تاخد كل اللي انت عايزه من اللعيبه وتطلع كل اللي انت عايزه؟ يعني اشرف انا في وقت من الاوقات اللعيبه المحترفه الاثنين يوسفاني وجواو
في المباراه النهائيه كانوا بيطالبوني ان انا ابدا الماتشات باشرف عبد الحسن، لان يعني طبعا هو كان بينزل في وسط المباراه كان بيقلب الماتش والكلام ده كله. فانا فهمتهم، هم قالوا لي كابتن اشرف واشرف، فانا قلت لهم اشرف الحسن ليه دور، هو سنا مش هيقدر ان هو يشيل الماتش كله، فانا لو نزلته وبدات بيه الماتش كله مش هلاقيه بعد كده، احنا عندنا لسه دوري طويل وعندنا كاس مصر، فانا بستغله في اوقات. طبعا احمد فتحي كان هايل طبعا، عمل موسم كويس جدا، لكن انت لازم كل لعيب يبقى ليه بديل في وقت اللعيب يعني بيهنج زي ما احنا نقول، او بتقف شويه معاه فبينزل طبيعي جدا الضغط وبتاع، فبينزل واحد تاني فريش من بره بتعليمات يعمل ايه، بيبقى هو بره شايف المباراه من بره فبينزل يعمل الدور اللي عليه. فالحمد لله كان دي من ضمن الحاجات اللي الفرقه كلنا كنا متعاونين في دوت، ما حدش بيقول لك انا اللي العب، لا احنا وصلنا الحمد لله ان احنا عايزين نكسب مش عايزين يلعب، يعني مش مهم مين يلعب، صحيح. المهم ان احنا نكسب كلنا، وكان هو ده هدفنا الحمد لله. هو دي التوليفه بقى، هو دي الروح، خلي بالك كابتن، اللي المدير الفني يقدر يعمل ده فبيقدر ياخد البطوله حتى لو اللي قدامه فرقه اقوى مدعمه بشكل اكبر صرف فلوس اكتر، فبيقدر بالمحبه بالروح بالعزيمه كله على قلب رجل واحد انه يخلقها في قلب اللعيبه، ده انجاز، وبتبقى موهبه كبيره جدا في المدير الفني انه يقدر يخلق ده بين اللعيبه. بص يا زمان، انا امبارح كان ميديا زمالك كانوا عاملين برضك معايا لقاء بتاع 3 ساعات امبارح، وكنت مستمتع جدا لان جماهير كتيره دخلت عاشقه لنادي الزمالك، لكن كانوا حتى بيسالوا اسئله ان هم يعني بيحبوا الكوره اكتر، في فكانوا بيسالوا في قوانين وبتاع، والحمد لله كان الموضوع مثمر. يعني اتكلمت في حته ان احنا الميزه اللي احنا وصلنا لها السنه اللي فاتت ان كان في الحمد لله بين الجهاز الفني واللعيبه تواصل يعني بالعين، يعني اللعيب كان بيبقى عارف انت عاوز ايه من قبل ما تروح تقول له، فدي كانت من عوامل النجاح ان انت وصلت. اللعيب المصري عامه في اي لعبه، احنا كشعب مصري العاطفه يعني غير اللعيب الاجنبي، فان انت ازاي توصل للعاطفه للعيب ان انت تخليه يؤدي كل اللي عنده عشان خاطر هو بيحبك وبيحب الفرقه، هتلاقي نتيجه تانية جدا مختلفه. وده حصل كمان يمكن حتى مع يوسفاني، يعني يوسفاني اللي هو مش ابن الزمالك ولا من نادي الزمالك، الحمد لله انا تربطني بيوسفاني علاقه قويه جدا، وكان بيلعب، وكان وقت في اوقات الناس كلها كانت شايفاه كان ظهره كان مصاب ومش عاوز يطلع، ده بقى حب، يعني مش لعيب محترف هيبقى بيخاف على نفسه بيحافظ عشان فلوس وعشان الموسم الجاي، فاهم، فمش هيكمل. وهي نقلة بالنسبة له، خلي بالك نقلة هو جماهيرية، هو شاف ان طبعًا حب جمهور نادي الزمالك ليه على السوشيال ميديا كمان، هو كان متابع جدا أيوه. هو وجواو فانا عايز اقول لك بس ان هي يعني هي الميزة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت، الحب اللي حصل والتجانس بين الجهاز الفني واللعيبة، وبقينا كلنا ايد واحدة، هو ده وانقار الذات، هو ده اللي الحمد لله اللي صنع ان انت تاخد بطولة، صنع لعيبة رجالة. ويمكن النهاردة السنة دي برضك نفس الكلام، يمكن ظهر الناس كلها انت باقل امكانيات، الاهلي عنده 2 محترفين، انت ما عندكش محترفين غير هو طبعا المحترف اللي موجود حاليا وما بيشاركش بصفة اساسية، فانت كأنك بتلعب بغير محترفين، ومع ذلك قدروا بالحب والتعاون وانقار الذات ان هم يعملوا المعجزة بتاعت الدوري، وان شاء الله النهارده ربنا يكرمهم في مباراه الكاس. يعني يمكن بدايه السيزون ده كابتن الناس كلها كانت مشككه، في بعض الناس شككوا في فرقه الكره الطايره في نادي الزمالك وقالوا لا خلاص الفريق مش زي السنه اللي فاتت، المحترفين مشيوا، الكابتن اشرف رشاد كان معاه محترفين وكلام كتير جدا، ولكن السنه دي اللعيبه اللي كانت موجوده مع الكابتن اشرف رشاد هم اللي موجودين دلوقتي، قدروا يردوا على الناس اللي شككوا في ده. طبعا بص، هو اللعيبه بتاع الزمالك بصراحه لعيبه رجاله جدا جدا، وانا بشكرهم على الهوا كلهم بصراحه، ما قصروش، ولعيبه يتحملوا اللي ما يتحملوش اي حد خالص، سواء الموسم اللي فات او الموسم دوت. يعني في ناس كتيره برضك السنه اللي فاتت مشككين او اعداء النجاح زي ما بيقولوا، يقول لك ان الكابتن اشرف رشاد المحترفين اللي كسبوه، طب ما هو الاهلي يا جماعه كان جايب 2 محترفين على اعلى مستوى، وكان عنده السكواد بتاعه اعلى من الزمالك، عنده لعيبه منتخب مصر كلها. فبالعكس احنا النهارده كانت محمد صلاح كلهم لعيبه منتخب الصف الاول والصف الثاني، يعني صحيح. الصف الاول والصف الثاني منتخب مصر، ومعاهم 2 مصنفين، معاهم كابتن منتخب البرازيل
البرازيلي، واللاعب الامريكي ده كان لسه لاعب اولمبياد طوكيو ولاعب مصنف عالميا. حتى السنه دي هو حاول يضعف كمان قدراتك وخد محسن بالظبط، هو السنه اللي فاتت كان واخد محسن معانا كان صحيح. ضدنا فانا عايز اقول بس لا احنا الموضوع مش موضوع ان المحترفين كسبوك، طب هو كان معاه محترفين ما كسبش، لا الموضوع يعني احنا بقت الكفه متوازنه بدليل ان الماتشات السنه فاتت كانت قويه جدا ومحدش بيبقى عارف الماتش راح فين، وشويه يروح الاهلي وشويه يروح للزمالك، لان بقى في توازن في الفرقتين. فالحمد لله قدرنا، واللعيبه المصريه مش المحترفين بس، احنا اللعيبه المصريه كان لها دور كبير جدا في الفوز السنه اللي فاتت، ان كان اشرف او الحسن، ان كان احمد يوسف، ان كان رشاد شبل، موقى، الشيخ مهدي، كلهم الجون بصراحه ما انساش حد يعني، رضا الهو لعبه كان بينزل بيخلص. فلا اللعيبه برضك المصريين هم الميزه، ان حصلت السنه اللي فاتت ان اللعيبه المحترفه شدت معاهم اللعيبه المصريه وادتهم الثقه. صحيح. والحمد لله احنا قدرنا نكسر الحاجز النفسي اللي كان موجود بين الاهلي والزمالك، يعني احنا سبع سنين كبيره قوي، سبع سنين طبعا متواليه انت بتخسر كل ماتشات الاهلي بتقابلها بتخسر الدوري، فطبيعي اللعيب بيبقى نازل يعني 50% خسران نفسيا يعني قبل ما يلعب. صح. احنا الحمد لله قدرنا ننقل ده للاهلي السنه اللي فاتت، مش احنا اللي بقينا ننزل الماتشات، الاهلي كان بيبقى نازل خايف منك ومتوتر منك، واحنا كنا نازلين ما فيش اي حاجه، في ثقه الحمد لله عند اللعيبه، والكلام ده برضك السنه دي حاصل. السنه دي انت لو بتبص لو بتتابع المباريات هتلاقي ان الاهلي اكتر توتر من نادي الزمالك، لان هو السنه اللي فاتت خسران بطولتين، والسنه دي طبعا قبل الكلام ده حتى قبل ما يخسر بطوله الدوري في الماتشات هتلاقيهم على طول تنشن في كل نقطة، عصبيين لان هم اعتراض كتير جدا بالظبط، حاسين ان الزمالك ممكن يعمل ده زي السنه اللي فاتت. وبعدين عندك الزمالك هتلاقي اللعيبه بتلعب باريحيه بكل ثقه ان احنا هنكسب ان شاء الله واحنا احسن، وده كان الحمد لله يعني احنا قدرنا نزرع ده في اللعيبه من السنه اللي فاتت، مفيش حاجه اسمها مستحيل في الفولي. كان كمان في صحفي مع الكابتن طبعا زميلنا واستاذنا الكابتن سيد زاهر، كابتن سيد زاهر كان جه وقال لك ايه؟ قال لك ماتشات الاهلي والزمالك في الطايره 3-0 للاهلي. فالكابتن سيف بيقول له يعني مش 3-1 مش لا يعني الزمالك ما كسبش، قال له لا 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 لو الاهلي كسب 3-2 في عدد الاشواط ابقى انا كده ما اعرفش حاجه، ده السنه اللي فاتت ونادي الزمالك خد الدوري فاكر انا وخد البوست ده. بص لان هو ده كان المعتاد للاسف، كان مصر كلها احنا حتى في بطوله الدوري لو الناس متذكره احنا اول ماتش كان صعب جدا، كسبنا كنا خسرانين 2-0 وقدرنا نعمل رونتادا ونرجع في المباراه وناخد المباراه 3-2. تاني يوم ماتش كان بلاي اوف اللعيبه خسرنا 3-0، مصر كلها قال لك الدوري للاهلي، وكان الفيصل الماتش فيصل ثالث يوم يعني حتى ما كانش فيه راحه. فاجتمعت مع اللعيبه وقلت لهم ما فيش اي حاجه خالص، احنا ما بنلعبش ماتشات، احنا البيست اوف 3 دوت احنا بنلعب ماتش من ثلاث اشواط، يعني الثلاث ماتشات دولت بنعتبرهم ماتش من ثلاث اشواط، احنا كسبنا الشوط الاول هم كسبوا الشوط الثاني، بكره عندنا شوط فيصل، يعني انسى ان انت خسرت المباراه من الاهلي 3-0 والكلام ده كله. صحيح. تقدروا ان احنا ناخد البطوله ولازم تشتغل على دوت، ويعني يبقى انجاز ليكم وتتحسب لكم، والحمد لله الناس نزلت قدرت تثبت ان احنا لعيبه رجاله، احنا لعيبه في مصر وقدرنا ناخد البطوله الحمد لله رب العالمين. ودخلنا بردك بطوله الكاس اول مباراه لينا في البطوله كسبنا 3-0 مع الاهلي بردك، دي كانت ما بتحصلش من سنين ان انت تكسب 3-0. صحيح. تاني ماتش المفروض ان بردك كنا نخلصه، كان ماتشنا احنا لكن لحاجات كده يعني ربك ما كانش رايد. صحيح. يعني وساعات بيحصل ثقه زايده. بص هي مش ثقه زايده، بص هي لما بتضمن الدرجه ده ماتش، لا بص هي مش ثقه زايده، هي الناس لو فاكره المباراه ديت انا كان في الشوط الرابع المفروض ان انا كنت اخلص، انا نزلت لعبه على الشبكه مكان جواو في اخر نقطتين تقريبا، بس هو ربك مش رايد. على اساس ان اللعبه هو احنا كل ماتش بنعمل كده اللعبه بينزل، وانا حتى كنت بدي تعليمات للمعدين كان اشرف والحسن او كان فتحي كان ساعتها في الملعب اشرف والحسن، ما تقلقش علي اللعبه، وهو ما شاء الله بيضرب من عالي وهيضرب من فوق اي حد في البلوك او انا منزله عشان كده، يعني احنا كل ما بينزل مكان لعب. لقيت في كوره جت شانس بول لرضا الهو الليبرو هو اللي بيرفعها، ورضا معودنا دايما الكوره في المنطقه دي بيرفعها في اربعه، لقيته راح رفعها في اتنين اللي كان يوسفاني راحت متاخده بلوك، فقلت له ما انت بترفع هنا يا رضا ارفع في اربعه اديله مالكش دعوه وهيخلص. المهم اللي بعدها اشرف حسن برضك لقيته راح الكوره جت له من عند ربنا راح بيرفعها في اتنين، فالاهلي خد الشوط وخسرنا الماتش 3-2. لكن قلت لهم احنا ما فيش مشاكل انا عندي ثقه فيكم وهنكسب بكره، هو ربنا اجل الفرحه بتاعت الكاس لبكره وان شاء الله بكره هنكسب وانتوا رجاله وانتوا قدها. والحمد لله تاني يوم فعلا
قدرنا ناخد المباراه 3-1 وكسبنا الكاس الحمد لله. شايف ازاي موسم نادي الزمالك في الطايره السنه دي؟ كابتن يمكن البدايه كانت متعثره طبعا. الزمالك بيخسر ماتشات غريبه من فرق طبعا ليها كل احترام والتقدير، بس ما ينفعش ان هي تكسب نادي الزمالك، ولكن واحده واحده كده النسق بدا يعلى. كابتن احمد عاشور تم استقطابه بدلا من كابتن شريف الشمرلي طبعا احد ابناء نادي الزمالك، ولكن كابتن احمد عاشور قدر الكيمياء قدرت تمشي مع الكابتن احمد. شفت ازاي الموسم بتاع نادي الزمالك في الكره الطايره وحصوله على بطوله الدوري؟ طيب اولا بس انا حابب اوضح معلومه لحضرتك وللجماهير، كابتن شريف الشمرلي طبعا مدرب كبير وكل حاجه، لكن كابتن شريف الشمرلي مش ابناء الزمالك ولا ما لعبش في الزمالك ابدا. هو اول مره في تاريخه يدخل نادي الزمالك الموسم دوت، عشان بس الناس فاهمه هوش ابن نادي الزمالك. لكن كابتن احمد عاشور طبعا والجهاز اللي موجود كلهم ولاد النادي. في بدايه الموسم طبعا السنه دي يعني كانت بدايه غير موفقه من الفرقه، لكن الحمد لله انا زي ما قلت لحضرتك هي نفس الفرقه اللي كانت مع كابتن شريف وخسرانه من الاهلي 4 ماتشات تقريبا، خدوا شوط واحد بس، هي دي نفس الفرقه بنفس اللعيبه هي اللي كسبت وقدرت تكسب الاهلي في ماتشين ورا بعض في البيست اوف 3. فارجع اقول لك تاني يعني، وانا قلت الكلام ده حتى امبارح في ميديا زمالك، احيانا بيبقى في مدرب ممكن الكيمياء بتاعته مش ماشيه مع اللعيبه يعني، فاهم ازاي؟ او مش قادر ان هو يوصل لقلب اللعيب يطلع اللي عنده. فانت اكيد شفت المستوى بتاع الزمالك. على فكره شفنا ده، خلي بالك كابتن، واضح لما حضرتك تبقى موجود كمان مع كابتن لقاني وكان برضه الكيمياء مش ماشيه. بالظبط. كان في مشاكل. ما بص اقول لحضرتك، ما هو انت النهارده ازاي تقدر تتعامل مع اللعيبه؟ وانا يعني من وجهه نظري برضك، كل ما المدرب ما يبقاش فارق كبير قوي في الاجيال بينه وبين اللعيبه بيبقى قريب شويه منهم يعني. صحيح. غير ما المدرب عنده 60 65 سنه واللاعب عنده بيتلعب معاك لعيب من 19 20 الكيمياء ما بتمشيش يعني، بتبقى شويه فرق جيل وفرق فكر. فبرضك انا ده من وجهه نظري يعني. فانت النهارده يعني برضك كابتن شريف نفس القصه في الستينات برضك كابتن شريف، كابتن احمد عاشور من جيلي من دوري، فهو قدر ان هو يوصل للعيبه. لان يعني بص احنا كنا بنتعامل انا واللعيبه، انا كنت عامل احنا اصحاب يعني، اللعيبه كلها الحمد لله بتعامل احنا اصحاب بره الملعب. جوه الملعب انا مدير فني وهو لاعب وعنده التزامات بينفذها، ما فيش الكلام ده، كنا بننفذ كل حاجه وعقوبات وكل حاجه، واللعيبه كانت بتبقى راضيه جدا اللي بيطلع بره النص، لكن غير كده احنا كلنا اصحاب والحمد لله العلاقه طيبه يعني. شايف حصول احمد عاشور مع نادي الزمالك على بطوله الدوري، الناس كانت مستبعده انه يقدر يحصل من النادي الاهلي برغم التدعيمات اللي عنده انه يقدر ياخد منهم بطوله الدوري للسنه الثانيه على التوالي طبعا بعد ثنائيات حضرتك. زي ما قلت لحضرتك، هو احمد عاشور طبعا مسك في وقت صعب برضو، حتى المحترف اللي هو موجود حاليا هو مالوش اي علاقه بيه، مش هو اللي مختاره يعني، وكان خلاص ما ينفعش يمشي لان هيخسرك فلوس كتيره، كان مضى والقيد قفل خلاص. لكن احمد عاشور بصراحه هو عرف يقدر يطلع من اللعيبه ويقدر يحط لهم الثقه تاني، يزرع الثقه جواهم تاني، ان احنا رغم ان احنا خسرين 4 ماتشات ومقدمين موسم طبعا مش اللي هو، لكن قدر يطلع بيهم لبر الامان نفسيا ومعنويا ويحصل على الدوري وكاس الدوري، وان شاء الله برضك الكاس النهارده. زي ما قلت لحضرتك ان اللعيب المصري اللعيبه مثبت بصفه عامه في اي لعبه حتى العاطفه يعني احنا بنلعب اللعيبه بالعاطفه، انت لو قدرت توصل الحته دي للعيب هتطلع كل اللي عنده. الماتش النهارده يمشي ازاي يا كابتن؟ يعني انت عملتها السنه اللي فاتت، تقول ايه كده تهمس في اذن احمد عاشور تقول له ايه النهارده يقولوا للعيب؟ والله انا بشفق على احمد عاشور بصراحه، لان الوضع يعني انا كزملكاوي طبعا اتمنى ان شاء الله يا رب يا رب ان نقدر ناخد الكاس النهارده ونحقق الثنائيه. لكن الماتش مش سهل جدا، صعب جدا لاسباب كتيره هقول لحضرتك عليها. انت ما عندكش روتيشن تقدر تريح بيه اللعيبه، اللعيبه لعبه ماتشين ورا بعض ب10 اشواط، في عندك ياسين المعد لعب 4 مباريات في 4 ايام ورا بعض، لعب ماتشين للشباب وخدوا بطوله الشباب طبعا مع الزمالك وكسبوا الاهلي 3-0 الحمد لله، ولعب ماتشين مع الفريق الاول من 10 اشواط، وادي النهارده ماتش تالت. عندك طبعا لعبه ما بيخرجش يوسف يعني، فالناحيه الثانيه في روتيشن كتير بيحصل، الاربع لعيبه بتوع 4 تقريبا كلهم بدلوا على بعض، المحترف خرج في ماتشات بالشوط والشوطين بيريح، عصران كان بيخرج، اسمه ده عزب في 4 برضك بينزل ويخرج،
الحسيني بينزل يقف، ففي عنده راحة يعني. الاثنين تقريبا الوحيدين اللي ما بيروحوش للظروف اللي عنده، اللي هو ايقاف دولا واحمد سعيد، ان الصنايعة البلوك الاثنين اللي هو محسن وعبد الرحمن سعودي ما بيخرجوش تقريبا، لان هو عنده البديل ليهم بره مصعد اثنين من 19 سنه. وانا لو في مكان كابتن ميدو مش هقدر في الوقت ده ان انا اخاطر وانزل اي حد من اللعيبه الصغيره. لكن مشكلتك ان انت ما عندكش روتيشن، لان انت مش ما عندكش لعيبه، لا انت عندك لعيبه وعندك جيل قوي جدا في الشباب، بس للاسف ما يقدرش احمد عاشور دلوقتي يعتمد على حد منهم يصعده في وقت زي دوت. صعب يعني، لو انا مكانه صعب ان انا اعمل كده. كان الكلام ده من اول السيزون، وانا كنت دايما بطالب بدوت من اول السيزون، ان احنا عندنا اربع لعيبه كان لازم يتصعدوا من الاول. كان منهم طبعا ياسين محمد دوت، وفي لعيبه تانية في القطاع تحت مميزه ومنتخب مصر ولاعيبه كاس عالم. ايه رايك في ياسين؟ ياسين طبعا معد هايل، وانا الكلام ده قايله من السنه اللي فاتت. ياسين من دور اصغر من حازم ابني بسنه، في نفس الجيل بتاعه، منتخب مصر مع بعض بيلعبوا لاعبين كاس عالم مع بعض، كان هو كان 17 سنه ساعتها، واخد احسن رابع معد على العالم ياسين. انا كنت طالب ان ياسين يطلع معانا من الموسم اللي فات، من اول السيزون كان هو لسه بيلعب تحت 17 سنه كمان. كنت طالب ان هو يطلع يتمرن معانا في وجود اشرف والحسن، وفي الماتشات السهله كان ممكن ينزل ياخد شويه، يبدا ياخد الخبرات. لكن طبعا ما كانش قراري انا لوحدي، ما مسكت بردك توليت المدير الفني للفريق زي احمد عاشور. كنا خلاص داخلين في مراحل صعب جدا ان انت تدخل حد صغير، لكن كانت خطتي في المستقبل ان انا لو كنت مكمل السيزون الجاي اللي هو اللي في احنا كنا فيه دوت، ان كان في اربع او خمس لعيبه كان هيبقى معانا من اول يوم. وانا كنت قايل الكلام ده للاداره، منهم كان ياسين، وكان ياسين اشرف وحسن ليبرو منتخب مصر، وكان حازم رشاد لعيب اربعات منتخب مصر ابني، وكان عبده الشحات سنتر بلوك برضك منتخب مصر لعيب هايل. فانت عندك ذخيره تقدر ان انت تشيل نادي الزمالك في المستقبل يعني. شايف ان الامكانيات زي ما انت بتقول مع كابتن عاشور ما فيش الامكانيات او البنش اللي هو قوي يخليك يبقى اللي بره على نفس المستوى اللي في ارضيه الملعب، فحته التدوير بتبقى صعبه شويه، ورغم انه بيحاول يعني بيحاول في حدود الامكانيات. لا بص، هو مش ما عندوش بنش قوي، لا هو عنده لعيبه كويسه جدا بره، بس انت للاسف اللعيبه دي ما استغلتش خلال السيزون. يعني انت يعني في اول الموسم انت بتلعب ماتشات كتير جدا، الدوري اللي معمول نظام الدوري دوت في البلاي اوف والعدد الماتشات اللي بتتلعب، انت في اول السيزون بتلعب ماتشات كتيره جدا سهله، تقدر من خلالها ان انت تعمل روتيشن ما بين اللعيبه وتبدا تجهز لعيبه اكتر من على البنش، فبحيث لما تيجي زي كده دلوقتي دوت تقدر تريح وتنزل لعيب بره وانت عندك ثقه فيه. لكن ده ما حصلش للاسف. انت من اول سنه كنت بتلعب فرق سهله جدا، المنيا وبني سويف الكلام ده كله، كنت بتلعب بالفول تيم الفريق الاساسي كامل، والناس اللي بره في ناس قعدت مثلا من لعيبه كانت بتشتكي، اصحابي طبعا بيتكلموا معايا بالعشر ماتشات ما بينزلوش ما بيلعبش، فانت اللعيب ده خلاص انت رجله خرجت من الملعب بعيد، انت سقعته كده زي ما بيقول، حطيته في التلاجه بالظبط. فانت النهارده اما تيجي دي كانت غلطه طبعا المدير الفني السابق، يعني ان انت ما عملش روتيشن باللي موجود ولا حتى باللعيبه الصغيره ان هم يخشوا يبدوا ياخدوا خبرات. النهارده اللعيبه دي لو موجوده كان تقدر احمد عاشور كان يقدر يستغلهم ويقدر يريح لعيبته زي ما ميدو بيعمل هناك. يعني انت عندك هناك الحسيني لعيب صغير، عندك احمد عزب لعيب صغير، لعيبه كتيره كان بتلعب معاه في اول الموسم من 19 سنه بيلعبوا معاه في الماتشات الدوري. احنا ده ما حصلش للاسف عندنا. فاحمد عاشور يعني انا بشفق عليه ان هو ما مش هيقدر ان هو يعمل الروتيشن المطلوب في الوقت ده، لان اي تغيير يعني ان هو يجيبك لورا مش الاهلي مش هيسيبك يعني. ايه سر بقى الشوطين الاولانيين دايما بيهربوا من نادي الزمالك؟ يعني في حتى في الكاس بنتكلم في اول مباراه اللي احنا كسبناها يوم الخميس الماضي، قدرت ان انت بعد ما كنت خسران 2-1 قدرت تكسب 3-2. في الماتش الثاني اللي هو اللي خسرته برضو كنت خسران في اول شوطين، او كنت خسران شوطين. فانت ايه السر يا كابتن في البدايه مثلا؟ هل اللعيبه بتبقى ده راجع لايه؟ انا عايز برضو تفسير حضرتك انت. لا والله هو يعني هو بموضوع بس نفسيا شويه، بتلاقي في تغيير في الاداء بعد شويه، ممكن تكون الثقه لسه مش عند اللعيبه قويه ان هو لا انا هكسب في اي وقت. انا اعتقد ان هو ده يعني هو مش موضوع فني، لكن هو انا اعتقد ان هو موضوع ثقه.
فاللعيبه ما بتحس ان الموضوع خطر والموضوع هيفلت من ايديهم بيشجعوا بعض اكتر في الملعب والروح بتبدا تعلى عند اللعيبه. طبعا انت قلت في محترف التركي كانسل ده برضه ما بيتمش استغلاله لان هو ممكن ما يكونش اللعيب اللي في لعيب مصري بيبقى مستواه افضل في الملعب. مين من اللعيبه تاني انت برضه شايفه عامل اللي عليه زياده من الفرقه، شايفه منور قوي في اخر المباريات؟ بص طبعا بالنسبه للاعب المحترف كانسن هو مش هو المحترف اللي يرضي طموح وجماهير نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، نادي بينافس على بطوله، فانا كاشرف رشاد لما اجي اجيب محترف اجيب زي سوري كده وجوب، لازم اجيب واحد يعمل علامه ويعمل بصمه ويبقى ليه دور وهو اللي بيقود الفرقه وبيشد اللعبة كلها معاه. لكن مش هجيب محترف حتى وجوده في الملعب ممكن يبقى زيه زي لو انا هو زيه زي اللعيب المصري نفس المستوى، لا انا اللعيب المصري احسن لي يعني، فاهم؟ هو ياخد خبرات ويلعب يعني. صحيح. فطبعا كانسن يعني ولا يقدر يلعب على يوسف احمد يوسف ولا على لعبه، الاثنين ما شاء الله. احمد يوسف طبعا اللعيبه اللي منور اللي انت بتقول عليه، انا بصراحه احمد يوسف لعبه السنه اللي فاتت عامل موسم هايل معانا، لكن يوسف قائد السنه دي، يوسف السنه دي ما شاء الله عامل موسم اكتر من رائع بصراحه، فورمه شايل الفرقه، فانا بحييه على الاداء اللي عامله السنه دي وان شاء الله ربنا يكرمهم وياخدوا البطوله النهارده ان شاء الله. شايف برضو رضا هيكل حابب تقول له ايه في ماتش زي ده؟ حابب تقول ايه للعيبه بصفه عامه في ماتش زي ده؟ ماتش قوي، ماتش مصيري. رضا طبعا برضك قائد وكابتن من كباتن الفرقه وعليه دور كبير جدا النهارده. انا بطلب منه الهدوء النفسي النهارده، عدم الاستعجال، الكلام بقى للفرقه كلها كمان، عدم الاستعجال للفوز النهارده. الماتش طويل، لازم الفرقه اللي عندها نفس اطول، الفرقه اللي عندها ثبات انفعالي اكتر هي ان شاء الله اللي هتكسب. فانا بطلب منهم ان هم مفيش داعي لاي عصبيه، مفيش داعي ان احنا الخصم يشتتك بره المباراه، وده بيحصل في ماتشات كتيره كتير قوي يا كابتن، وكان بيحصل السنه اللي فاتت معانا، وانا كنت بتكلم معاهم ويعني كنت دايما بزعق معاهم ما لكش دعوه ببره ال 18 9 في 9 بتوعنا، ما تطلعش براهم خالص، سيب اي حاجه بره الملعب ليا انا والجهاز الفني، يعني اي اعتراضات اي حاجه احنا بره كافلين بيها وانت ركز جوه، لان هو بيبقى فيه هدف برضك ان انا اشتت اللعيبه، ان انا اوقف الريتم الماتش، يعني ممكن انا بنعترض او هو بيعترض عشان يوقف الريتم بتاع المباراه. الزمالك ماشي عالي والفرقه عنده مثلا في دروب، فهو بدل ما ياخد تام اوت ويخسر تام اوت فممكن يعمل اي لقطه ان هو بيعترض على ده، زي ما حصل شفنا المباراه الاخيره ديت، اعترض على بعض ناس موجوده، هو حقه طبعا قانونا حقه ان هو يعترض ان في ناس موجوده في الملعب مش مسجله في السكور شيت، ده حقه. لكن هو بيستخدموها ان هو يوقف رتم المباراه بدل التام اوت، فانا بقول لهم ياخدوا بالهم كويس جدا من النقطه دي. يعني شايف الماتش النهارده يبقى 5 اشواط ولا ممكن يبقى اقل؟ اعتقد انه ممكن يوصل لخمس اشواط ماتش وده مش هيبقى صالحنا، في صالح نادي الزمالك، مش في صالح نادي الزمالك. لا لو وصل لخمس اشواط انا اتمنى انه يخلص في 3 اشواط للزمالك، لان احنا كل ما هنطول في الماتش ده هيبقى صالح الاهلي، لان هو عنده امكانيات ان يعمل روتيشن ويقدر يريح لعيبته، واللي بره بينزل بيأدي كويس جدا زي اللي جوه، انت عندك الموضوع بعيد شويه. فكل ما هتطول كل ما هيبقى في اجهاد عالي على اللعيبه، مش هيقدروا يكملوا. احنا شفنا ماتش امبارح، يمكن الناس كلها خدت بالها اللي هو الاول امبارح، ان لعبه على اخر المباراه لعبه كان بدا بدنيا مش قادر، مش قادر طبعا. فالنهارده يعني اتمنى ان احنا نخلص بدري ان شاء الله باذن الله، بكره نبارك ان شاء الله باذن الله الزمالك ان شاء الله، لان اللعيبه بصراحه يستاهلوا. وانت بتقول في ظل ان هم الموسم ده اصعب من الموسم اللي فات، فلا هم لعيبه رجاله والله، وايا كانت النتيجه احنا بنشكركم ومقدرين جدا تعبكم في السيزون ده. تعالوا نروح بقى لجمهورنا، يعني يمكن جمهورنا في موضوع حلقتنا النهارده في على صفحات السوشيال ميديا النهارده كنا بنقول وجه كلمه لرجال فريق كره الطايره بنادي الزمالك قبل خوض اللقاء الختامي والحاسم لنهائي كاس مصر. تعالى كده يا كابتن ناخد اراء جمهورنا، بعض من اراء جمهورنا على السوشيال ميديا.
والبدايه من عند راجح ابراهيم اللي بيصبح علينا. صباح الخير عليك، شكرك جدا يا راجح، ان شاء الله تكسبوا وتفرحونا زي كل مره، احنا واثقين فيكم ووراكم وبندعمكم، وباذن الله هنفوز بكاس مصر، وكل الدعم والتوفيق للملكي. تحياتي ليك، بشكرك جدا يا راجح. مريم شكري بتصبح علينا، صباح الفل يا مريم، ان شاء الله تكسبوا وتفرحونا زي كل مره، احنا واثقين فيكم ووراكم وبندعمكم، وباذن الله نفوز بكاس مصر، وكل الدعم والتوفيق للملكي. بشكرك جدا يا مريم. احمد سيد عبد العال بيقول انتم رجال تحملون احلام وطموحات جماهير الزمالك على اكتافكم، فكونوا على قدر المسؤوليه، كل الدعم ليكم وبالتوفيق باذن الله. محمود هنداوي بيقول انتم رجال وتقدروا تعملوها، المجد للزمالك. لمياء حسن بتصبح علينا، صباح الخير عليك يا، بشكرك جدا، بشكرك جدا يا لمياء، انتوا ابطال الدوري واحنا واثقين فيكم، ابذلوا اقصى ما في وسعكم واحنا دايما وراكم وفي ظهركم، العبوا بتركيز وعزيمه واصرار الفوز، وان شاء الله هتفرحونا زي كل مره، وباذن الله نتوج ببطوله كاس مصر، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. تحياتي ليك يا احمد، بشكرك جدا يا لمياء. دي كانت آراء بعض جماهيرنا النهارده قبل اللقاء المرتقب ما بين الزمالك والأهلي في ثالث مواجهات أو المواجهة الحاسمة لبطولة كأس مصر للكرة الطايرة. كابتن أشرف، حابب تقولي كده لآخر كلمة كده للعيبة للجمهور، حابب تقولي؟ طبعًا أنا حابب الأول أشكر جمهور نادي الزمالك العظيم اللي دايمًا بيدعم الفرق بتاعة النادي. وإن شاء الله نادي الزمالك دايما بأبنائه قوي، ويقدروا إن شاء الله النهاردة يحققوا الثنائية للمرة الثانية على التوالي. أنا واثق جدا في اللعيبة، اللعيبة رجالة، وإن شاء الله يعملوا اللي عليهم النهاردة رغم الصعوبات اللي احنا مرينا بيها طول السيزون، رغم الإجهاد اللي اللعيبة فيه، لكن أنا عارف إن هم يعني هيبذلوا أقصى حاجة عندهم إن شاء الله النهاردة. وزي ما قلت في الاول، عايز اوجه لهم النهارده الهدوء والتركيز رقم واحد في الفوز النهارده، عدم الانصياق ورا الخصم او التسرع في الفوز او بالفرحه بالفوز. المباراه بتنتهي بصافره الحكم، فرق كتيره جدا بتبقى خسرانه 2-0 او بتبقى كسبانه 2-0 وبتخسر المباراه. فاتمنى ان هم النهارده ياخدوا بالهم من الحاجات ديت، ان انت حتى لو ربنا كرمنا كسبان الشوط الاول كسبان الشوط الثاني، ما افرحش بالفوز واستعجل الفوز الا مع نهايه الصافره بتاعت الحكم. كابتن اشرف شرفتنا ونورتنا، سعيد جدا بالقعده مع حضرتك. انا اسعد استاذ احمد، وبشكرك وبشكر كل جمهور الزمالك اللي متابع ان شاء الله. الله يخليك حبيبي، شرفنا ونورنا في سهم وقوس الكابتن الكبير الكابتن اشرف رشاد، المدير الفني لنادي الزمالك للكره الطايره سابقا، واحد نجوم واساطير كره الطايره في نادي الزمالك، شرفنا ونورنا النهارده. اتكلمنا عن مباراه مهمه جدا مصيريه هتكون النهارده ان شاء الله في نهائي كاس مصر للكره الطايره، ان شاء الله نتمناه بالفوز لنادي الزمالك باذن الله، ونطلع بكره نبارك للاعبتنا رجاله طايره نادي الزمالك. انتهت حلقتنا من نهارك ابيض، على امل اللقاء ان شاء الله بكره في حلقه جديده من نهارك ابيض، الى اللقاء.